أهلا بكم مشاهدينا الكرام في بيروت اليوم، وفيه أستضيف عضو الأمانة العامة لقوى 14 من آذار الأستاذ إلياس الزغبي، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. قوى 14 آذار تحيي اليوم الذكرى الثامنة لانتفاضة ثورة الأرز، فهل الآذاريون مستمرون في تحصين ما تحقق لاستكمال الأهداف المتبقية؟ المشهد الأمني الداخلي ينذر بخطر نقل تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني، فهل ينجح لبنان بضبط الساحة؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ إلياس الزغبي، عضو الأمانة العامة لقوى 14 من آذار، هذه القوى التي تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لانطلاقتها. نعم. بداية شو فيك تخبرنا عن هذه الذكرى 14 أذار خلال هذه السنوات؟ ما معنى نعمل جردة تاريخية؟ لا لا أكيد، بس إذا انطلقنا من 2005 وصولنا إلى 2013، شو الفرق بين 2013 و 2005؟ يعني أستاذ فادي، بدل ما نقول إنه الذكرى الثامنة خلينا نقول بداية التاسعة، يعني بداية السنة التاسعة، والفرق هو جوهري رمزي، بمعنى إنه رقم 9 بيحمل معنى التجدد والاكتمال والولادة، و14 أذار كحركة سياسية تحت عنوان ثورة الأرز طبعا هي بحالة تجدد دائم رغم كل الانتكاسات وكل العواصف اللي بتضربها في الداخل. صحيح انه 14 أذار ما قدرت حققت الهدف الكبير لحد هلا اللي هو السلام اللبناني، يعني 14 أذار وثورة الأرز شو هدفها المركزي الأساسي الجوهري؟ هي انها تصنع السلام اللبناني، يعني تصنع دولة لبنان اللي بتأمن للمواطن اللبناني سلامه، استقراره، حريته، استقلاله، سيادته. هيدا الهدف الكبير بعدنا عم نسعى له. على الأقل ربحت نفسها، يعني 14 أذار ربحت حالها، ولو بعد ما ربحت السلام اللبناني. بأي معنى 14 أذار ربحت حالها؟ وكأنك عم تحكي أمور ما تخزني، يعني ما استوعبناها. يعني وين ربحت حالة؟ ربحت حالة انه بعدها حي هلا مثلا. اول شيء البقاء على قيد الحياة، يعني هيدا اكيد كسب، هيدا ربح، مش هيك؟ بحد ذاتها كقيمة كجسم وكروح. هلا هي 14 أذار منا مجموعة عيارات ولا مصالح ولا يعني مكتسبات سياسية قابلة للاقتسام والتقاسم يعني او الانقسام والانهدام. مشان هيك 14 أذار من سنة لسنة، من موعد لموعد، من مناسبة لمناسبة، ولو ظهرت إنها عم تفشل، عم تصطدم، عم تتعرقل، عم تتعسر، بس هي واقفة مستمرة مكفية، لأنه مثل يمكن هلا بصحة التشبيه. كيف واقفة مستمرة مكفية؟ فيك تفسر لنا كيف؟ واقفة بمعنى صامدة، يعني لا لا صامدة، بس إيه؟ إنه كيف؟ يعني صامدة. الرأي العام أو جمهور 14 أذار نعم. يعاكسك ربما الرأي أستاذ إلياس. 14 أذار موجود، جمهور 14 أذار موجود أكثر من مكونات 14 أذار القيادية إذا بدك. يعني هيدا هو بالتحديد سر وسبب وأساس استمرار 14 أذار، اللي هو فكرة جمهور 14 أذار، أهداف 14 أذار اللي بتنعكس بجمهورها. صحيح الجمهور بتأثر سلبا بخلافات القوى السياسية وخصوصا الأحزاب ضمن قيادات 14 أذار، ولكن هالتأثر السلبي بالخلافات عم بيزيدوا من حيث لا يدري ربما إيمان بالأفكار ذاتها. ما شكك ولا مرة جمهور 14 أذار بالأهداف الكبيرة، بالغايات الكبيرة، بالأسس اللي جمعت مكونات 14 أذار، ولا مرة بيشكك بهالشيء. عم بيشكك بأداء القيادات، صحيح، وأداء القيادات دائما يعني عم بيمرق بمطبات كثيرة، ولكن لأنه في بين هذه القيادات ما في خلاف على استراتيجية كمان أو إحدى استراتيجيات أبدا. يعني راح أوضح لك بغض النظر عن المشروع لبنان، أولا كنت عم تحكي السلام اللبناني، نعم. كمان قوى 14 أذار تمثل التعايش الإسلامي المسيحي، صحيح. اليوم عندما تطرح قيادات في 14 أذار مشروع الأرثوذكسي والفريق الآخر يعني يعاند في رفضه هذا المشروع، نعم. وينقسم الأفريقاء، نعم. ويطلع كلام كتير كبير، صحيح. على الهواء كلام انتقادي، صحيح. يعني ما أثر على إحدى استراتيجيات قوى 14 أذار؟ لا، أثر على العلاقة بين المكونات، ما أثر على استراتيجية بمعنى الأهداف الكبيرة. الأهداف الكبيرة اللي هني معروفين، يعني دولة سيدي حرة مستقلة، بناء الدولة العصرية الحديثة، والعدالة والحقيقة وكل هالقيم
اللي هن انا بسميهم اولويات. تحالف الاولويات ب 14 اذار ما اهتز ولا بيهتز. بيهتز تحالف السياسات في 14 اذار، ونقول الانتخاب يندرج في اطار تحالف السياسات مش تحالف استراتيجيات او الاهداف او الاولويات. يعني خلينا نميز على هالمستويين، في كثير تمييز. لكن طرح قانون الارثوذكسي قانون الانتخابات على قاعده كل طائفه تنتخب او كل مذهب ينتخب نوابه، هيدا عمل استراتيجي وليس عمل تكتيكي. عمل تكتيكي ربما يؤدي الى ضرر او الى اشكالات استراتيجيه، بس منه هو بحد ذاته عمل استراتيجي. يعني هو قانون انتخاب، قانون انتخاب يعني كيف بدك تأمن صحة التمثيل، هذا هو هدفه الأساسي. إذا صحة التمثيل تبين من بعد طرح اللقاء الأرثوذكسي، مشروع اللقاء الأرثوذكسي، تبين أنه هذا المشروع صحيح بأمن صحة التمثيل، ولكن بده يضرب مفاهيم العيش المشترك بعمقه. مشان هيك العيش المشترك هو عامل استراتيجي طبعاً، وليس عامل تكتيكي. طبعا أنا ما عم بنكر أنه أثر على بعض الاتجاهات الاستراتيجية، بس لأنه في الاستراتيجية الكبرى هي متفق عليها وهي قدر أكثر ما هي خيار. يعني ما اجينا نحن بس هيك اخترنا انه نتفق مثلا القوات والكتائب من جهه وتيار المستقبل من جهه ثانيه يتفقوا على عناوين هيك لانه حبوا يتفقوا عليها، لانه في حاله مستقبليه، حاله استراتيجيه بعيده المدى بتجمعهم، جماعتهم هيدي. هلا ببعض التكتيكات اللي هي منها قانون الانتخاب انا بعتبر منه استراتيجي صار فيها هالخلاف، ولكن انت وقت بدك تشوف اي خلاف بدك تشوفه بسياقه المتوسط المدى على الاقل، مش القصير المدى يعني يوم او اسبوع. بيوم او اسبوع او اسبوعين شفنا انه يا لطيف صار في صدام، تصادم كبير وخطير ما بين مكونات 14 اذار. وقت اللي بلشت تاخذ الامور حجمها الصحيح شفنا انه وين صاروا، وين رجعوا. وهلا اليوم اكبر برهان انه وين رجعت 14 اذار. فاذا في شيء انا يمكن نستعير شيء من الانجيل، الجسم ضعيف اما الروح فقويه. يعني روح 14 اذار قويه كثير. وقت الجسم بيضعف، يعني الجسم السياسي مكوناتها السياسيه بتضعف، بتتصادم، بتختلف، بتتنافر، بترجع الروح بتجمعها. هيدي هو السر اللي ما حدا منتبه له، لانه هيدا مش موجود ب 8 اذار. خلي قل لي شو هي الروح اللي بتجمع 8 اذار؟ في روح بتجمع 14 اذار حكما، بس هيدا ما بيعني انه نحن نرتاح وننام على حرير ونقول ايه لانه في روح بتجمعنا لازم نختلف، فاذا بالنتيجه بنتفق. يعني انه نهايه كل الاختلافات هو الاتفاق. لا، يعني هيدي صارت مكابره. اكيد هالاختلافات اثرت على الجسم، اثرت على مناعته، على صحته، ولكن بالنتيجه لانه الروح قويه رح يرجع الجسم يتعافى، وعم يتعافى ويتعافى انا برايي. والبرهان انه اللي عملناه بذكرى 14 اذار، يوم 14 اذار من خلال الحركه الرمزيه على ضرائح الشهداء وعلى تمثال الشهداء بساحه الحريه كان معبر، واليوم رح يكون معبر أكثر، خصوصا بأنه المتحدثين بدن يكونوا هن النبض الأساسي الفعلي اللي بيشكل الحالة الاستراتيجية تبع 14 أذار. الشباب والصبايا بدن يحكوا اليوم، هل هودي بيشكلوا الحالة الاستراتيجية تبع 14 أذار؟ ما منشوف هالحالة استراتيجية ل 14 أذار؟ ما منشوف هذا المجتمع المدني القوى المستقلة داخل 14 أذار إلا بالمناسبات؟ ما تخزني يعني وعدتون كثيرا أنه يكون عندهم مساحة ضمن هرمية معينة، يكون عندهم رأي، لكن من 8 سنوات حتى اليوم لم نرهم إلا بالمناسبات وتعطيهم مساحة على المسرح فقط ب 14 أذار أو بمناسبة. لا، ما بدنا نظلم كثير أنه بس المسرح من سنة لسنة طلعوا يا كم شاب حكوا. وين أنتو؟ لا موجودين. أول شيء يعني الحركة هلا إذا بدك بأي لحظة بتدعي هالمجتمع المدني، هالحركات الشبابية لحركة موجودين. نحن يمكن مش عم ندعيهم أو نحن مش عم نفعلهم، هن داعيين حالهم، بس هن عن داعيين حالهم، بس ربما مش دائما يكون عندهم هذه المساحة. لا شك يا أستاذ فادي أنه في نواقص. يعني نحن ما النقد الذاتي أهم شيء بالتقدم، نحن عم نعرف وين نواقصنا، مشان هيك دائما حريصين على هالروح الشبابية، هالمنظمات الشبابية، هالمجتمع المدني بشكل عام تيكون موجود. لو ما كان في أنا بسميه السيمنتو اللي موجود ب 14 أذار، اللي هن المستقلين، اللي هن هيئات المجتمع المدني، اللي هن منن مرتبطين بأحزاب، لو منن موجودين هودي وتقريبا بتجسدهم الأمانة العامة، يعني بتحتويهم تحت جوانحها بشكل أو بآخر،
وحتى انحكى انه بدهم يحولوا حال لتنظيم معين داخل 14 اذار، مش بالضروري تنظيم يعني كانه اضافه حزب الى الاحزاب، لا، بس هذا التفعيل اللي حكيت عنه، يعني ضروري تفعيل هالمجتمع المدني. من سنه لسنه نحن عم نوعد حالنا بتفعيل اكثر، صحيح عملنا هالتفعيل بس ناقص عظيم. عم نعترف بالنقص، وهيدا هو التحدي كمان قدامنا للمرحله اللي جايه، لانه نحن بالسنه التاسعه بذكرك والتاسعة ولادي واكتمال وتجدد. طيب نحن على ابواب التاسعة، ايهما اهم يعني، او قديش ممكن يعني تعمل ذكرى احياء ذكرى الثامنة ل 14 اذار لاعادة احياء التحالف الذي انطلق بال 2005؟ تحالف بخير، موجود التحالف، ما في خوف عليه انه يعني والله اختلفوا على قانون انتخاب وهلا هن كل واحد بوادي صار، لا مش مزبوط. والبرهان اللي عم بيصير بهالاسبوعين الثلاثه والمرحله اللي طالعه اللي جايه، والتحدي كبير. انا قلت ببدايه حديثي انه حققنا سلامنا الداخلي، سلامنا الذاتي من باب بعضنا كمكونات لثوره الارز، ولكن التحدي الكبير والهدف الاكبر هو السلام اللبناني. هلا السلام اللبناني بشكل او باخر شئنا بين بحالة الأوعية المتصلة مع السلام السوري، والبرهان أنه قديش عم تنعكس الأزمة بسوريا على الداخل اللبناني، على الحدود، على الداخل، على الوضع السياسي، على العلاقات بين المكونات اللبنانية. فإذا تحدي 14 أدار أو ثورة الأرز الجديد هو تحقيق السلام اللبناني بالتناغم والتناسق مع السلام السوري، وما فينا نفصلهم عن بعضهم. ما راح يتحقق السلام اللبناني إذا بيضل فيه بلبنان ناس بدهم النظام، نظام اللي عم يدمر شعبه هونيك، نص الشعب اللبناني تنقول او نص او اقل اللي هني بعد بدهم النظام وعم يساندوه مسانده عسكريه، وبالمقابل يمكن في ناس ثانيين عم يساعدوا المعارضه، ولكن طالما في هذا النزاع اللبناني حول الثوره السوريه، وما عم نقدر نفهم انه الثوره السوريه هي المنتصره بالنتيجه، ولازم من هلا نستدرك، وهذا دور وتحدي 14 اذار جديد، انه نعرف كيف ننسق جهودنا تنحقق السلام اللبناني اللي بعد ما قدرنا حققناه، لانه نحن مرقنا بثلاث مراحل ب 14 اذار بمحاوله تحقيق السلام اللبناني، حققناه بالمرحله الاولى بال 2005 2006 تقريبا، وقت اللي عملنا انتخابات مشتركه وكوننا حكومه مشتركه وغيره. اجت حرب 2006 ثم سبعة ايار ضرب المرحله الثانيه، هذه ضربت احلامنا بتحقيق السلام اللبناني. هلا نحن بالمرحله الثالثه من خلال تحقيق السلام اللبناني، بعد ما تحصلنا نحن داخليا بسلامنا الداخلي ك 14 اذار، وعم ننطلق هلا للسلام اللبناني لنبنيه سوا مع الاخرين، على امل انهم يقتنعوا ويتخلوا عن نظام عم يتهاوى ويكونوا الى جانب السلام السوري مهما طال الزمن، لانه بالنتيجه بالحديث عن النظام السوري ايضا وارتباط يعني ارتباطنا بهذا الموضوع. سال الاستاذ سجعان ازي، هل يعقل أن تسقط 14 أذار قبل سقوط بشار الأسد؟ هيدا من باب يعني لا، سؤال من باب التخمين يعني، أو من باب هيك المقاربات الصحفية، لا من خلال المقاربات والتحليل السياسي، أو من خلال لا يمكن المقارنة أصلا لا يمكن المقارنة بين 14 أذار ونظام بشار الأسد. عم تقارن بين حرية وعبودية. 14 أذار أخرجت النظام السوري من لبنان وستخرجه بشكل آخر، يعني من خلال 15 أدار السورية، 14 أدار لبنانية، في 15 أدار سورية بلشت بدرعة من سنتين ويومين، وهيدي بدها تحقق السلام السوري شنو بينا، والنظام السوري رايح. فإذا ما في مجال للمقارنة بين 14، بس بعيد كثير، ما تخزي، ما في 15 أدار، 14 أدار اللبنانية بعيد كثير عن 14 أدار السورية. 15 أدار السورية كيف بعيد يعني بالمضمون؟ بالدم، بالمضمون، بالعقيدة الدينية، يعني بالتدخلات. لا لا لا، ما نختزل الثورة السورية بعقيدة دينية، يعني بيكون في خطأ ومبالغة. رح نروح على جبهة النصرة وغيره، أوكي بنروح عليها، ولكن لا يجوز المقارنة بين نظام بشار الأسد و14 أدار، ونقول 14 أدار بتسقط قبل بشار الأسد. حكما بشار الأسد رح يسقط، وحكما 14 أدار بفكرتها بمشروع السلام تبعها، بمشروع الدولة تبعها، منتصر في لبنان ومنتصر في سوريا، وعم ينتصر بالربيع العربي تباعا رغم كل الأثمان عم تندفع بمصر وبتونس وبليبا وين ما بدك. ما في ثورة إلا عم تمرق. وكأنك عم تقول أنه هناك ما بدي أقول وحدة مسار، لكن في مساعدة
مساعد من مين لمين؟ من الثورة اللبنانية بين مزدوجين نعم. إلى الثورة السورية، وعم نشوف إيه؟ على الحدود في لا في مساعدة وما خبيناها، مساعدة سياسية إنسانية إعلامية، دعم للثورة السورية بكل أبعادها. هلا في انخراط بالثورة السورية ايضا. هلا هم عم يتهموا 14 أدار انها منخرطة، ما في اي اثبات انه 14 أدار كمكون كحالة سياسية هي منخرطة. من هلا في افراد، هلا في افراد مثل اللي راحوا على الكلخ، مثل بعض المتحمسين، هودي 14 أدار. لا من لهم 14 أدار، 14 أدار هي مكونة من احزابها، احزابها معروفين من اني 6-7 من احزاب، ما هي كبيرة او صغيرة، من تيار المستقبل للقوات اللبنانيه للكتائب للاحرار للكتل الوطنيه لليسار الديمقراطي للمجموعات الاخرى للمستقلين. مين منهم هودي راح شارك بالحرب؟ بقول لي تيار المستقبل مشارك بالحرب بسوريا؟ انا بقول لك اكد لك لا. حدا يثبت انه متهم. تيار متهم. خليني استعير الاتهام. اذا في مسلم سني متحمس شاب وراح بده عنده ايمان بقضيه معينه ورايح يدافع عنها او يناضل من اجلها، بيكون تيار المستقبل بيعته؟ وين هي التنظيم؟ ما شفت ولا مره تنظيم لتيار المستقبل عم بيجي الشباب، عم بيسلح، عم بيمول شباب لا يروحوا يحاربوا سوريا. النائبين معين المرعبي وخالد ظاهر بطلوا تيار مستقبل. بس معين المرعبي وخالد ظاهر شو عم بيعملوا؟ عم بيعملوا مجموعات مسلحه. وين؟ طيب ما هيك بدنا نحكي بالهواء؟ يعني بدنا نسمع شو بيقول تلفزيون المنار مثلا او 8 أدار؟ ما نسمع كل شيء استاذ. بس ما نسمع كل شيء، نسمع كثير دائما بدنا نشوف في عمليه تهريب، عمليه عصابات مسلحه، في كلام، في كلام بالمقابل لازم نرد عليه. ما بقي من كل بالوقائع. صحيح، ما بقي استاذ فادي من كل هذا الكلام الا حقيقه وحده ثابته، انه يوم بعد يوم في قتله من حزب الله عم يندفنوا بلبنان. اليوم الصبح بكير بميس الجبل، قبل منا بالدلهميه، قبل منا ببعلبك، قبل منا بالهرمل، كل يوم في. فاذا في عمليات، انت عم تشوف انه في شهداء لبنانيين غير قصه الكلخ، الا اللي عم يقوصهم الجيش السوري على الحدود الشماليه عم يسقطوا. شفت شي مره جابوا حدا شي شهيد لبناني دفنوه بطرابلس مثلا؟ غير قصه الكلخ عم بحكي، لانه صار فيها عمليه يعني قلعة. الكلام السوري انا بدي ارتكز عليه كمان، انه عم بيقول اوقفوا هذه التجمع، اوقفوا الاعتداءات على الاراضي السوريه، والا يعني في مجموعات ربما تكون لبنانية أو سورية على الحدود اللبنانية المشتركة. يا محلى أنه يوقف اعتداءاته. واليوم عم بيحكوا عن قصص تهريب، يعني اليوم أول شيء التهريب، يعني الحكومة اللبنانية وزير داخلية عم بيقول أنه في تهريب، يعني ما حدا أرسل تهريب، تهريب السلاح وتهريب المسلحين وتهريب المتطرفين إلا النظام السوري عبر سنوات عديدة سابقة. عظيم. نحن اليوم منه بهذه المرحلة فتح الإسلام بنهر البارد. فإذا هلأ إذا حكي عن تسرب، أنا أقول تسريب وتسرب مسلحين من هالاتجاه او هداك الاتجاه، هيدا هو من انتاجه، لانه الحدود اللبنانيه كل عمرها ما بدهم يرسموها، ما بدهم يضبطوها لاهداف ماليه تهريبيه واموال، ولاهداف كمان ضرب الاستقرار اللبناني، ساعه بدهم بيوردوا، ساعه بدهم بيستوردوا مسلحين من عنا. فاذا هلا يجوا يتهموا لبنان انه هن اللبنانيه عم بيروحوا يتسربوا وعم بيشاركوا بالحرب هناك، هيدي تهمه لا يعني إلى بعد إقليمي ودولي أكثر ما إلى بعد لبناني. يعني عم بيحاول بشار الأسد يطلع أزمته الداخلية، لأنه ما بقى في يحسمها، وهلأ صار لورا أكثر وأكثر كل يوم عن يوم، عم بيصدرها، عم بيظهرها لبرا، عم بيظهرها لبرا لمين؟ يعني باتجاه لبنان. ما بيقدر يظهرها باتجاه تركيا هلأ، ولا باتجاه الأردن، ولا حتى باتجاه العراق، مع أنه صارت قصص على الحدود العراقية السورية وممكن يعني تتظهر على العراق، ولكن تظهيرها السهل بالنسبة للنظام السوري هو على لبنان. وهي التهديدات بالبيان الرسمي السوري للخارجية، وتهديدات السفير السوري عين 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 بلبنان، هيدي بتصب بهالاتجاه. هيدي رسائل تهديد موجهة إلى الخارج أكثر من موجهة إلى لبنان. بس اللبنانيين أصلا بيدفعوا ثمنها، عم بيدفعوا ثمنها قتلى وضحايا ومهجرين ونازحين من شمال لبنان وغيره باتجاه الداخل. معلش خليني أقطع بعد شغلي عن مقالة الأستاذ سجعان أزي، بعرفك بتحبه. لا تستطيع 14 أدار أن تبقى معارضة مع وقف التنفيذ بعد أن كانت حاكمة مع ثلث معطل، في الأولى لم تعد تملأ الشوارع وفي الثانية لم تملأ القصور،
لا يجوز أن تعطى 14 أدار أو تعطي 14 أدار الانطباع بأنها تجسد السنية السياسية مثلما تجسد 8 أدار الشيعية السياسية مثلما جسد الحلف الثلاثي فيما مضى المارونية السياسية. هلا 14 أدار مجسدة السنية السياسية يمكن تضبط بمرحلة معينة ببدايات لأنه كان في دم شهيد اسمه رفيق الحريري، كان في نوع من هيجان هذا يعني هذا الاستشهاد، بعدين أخذت حجمها الصحيح 14 أدار وشكلها الصحيح وهويتها الصحيحة. ما في 14 أدار نقول إنه عندها هوية سنية اليوم، والبرهان إنه عم ياخذوا انه كيف الكتائب والقوات مشوا بالمشروع الارثوذكسي. طيب ما هذا برهان اكثر انه ما في هويه سنيه ل 14 أدار. يعني مش هي صحيحه، يعني ما عندنا ثوابت هلا. يعني يا بدنا نقول انه ليش القوات والكتائب راحوا بالارثوذكسي وبنشوف انه في ايجابيه لها. يعني اليوم سمعت كلمه كانت مضبوطه انه كان ممر اجباري، ربما كان ممر اجباري اللقاء الارثوذكسي للوصول الى هذه الحاله اللي فيها اليوم خليط من النسبية يعني اليوم صار في تقارب أكثر على مفهوم قانون الانتخاب. هيدا اللي كتير يعني أربك 8 أدار. هلأ 8 أدار مربكي جدا بقصة قانون الانتخاب لأنه ضاعوا ما بين اللقاء الأرثوذكسي والنقيض الكلي اللي هو لبنان دائرة. نروح على القانون، نروح للقانون. لكن في سؤال اليوم، هل 14 أدار تحولت إلى معارضة مع وقف التنفيذ؟ وأحد أركان 14 أدار حزب الكتائب يطرح هذا التساؤل. 14 أدار منا معارضة مع وقف التنفيذ، 14 أدار هي السلطة المرجأة، هي السلطة أو هي الدولة الجاية الموعودة، ما بتقدر تكون معارضة بالمعنى التقليدي لكلمة معارضة. لا فيها تعارض بسلاح مثل معارض حزب الله وثمانية أدار بسلاح وعملوا سبع أيار وبعدين الانقلاب، ولا بتعارض بقطع الطرقات بهذا الشكل العشوائي اللي عملوه أو بالاعتصام اللي بيسكر الشوارع وبيسكر المدن. فإذا نحن معارضة تؤسس للدولة مش معارضة لتستعيد السلطة فقط. مشان هيك طب لا ما كانت معارضة تقليدية، لا ما كانت معارضة تقليدية يعني تحاسب الحكومة على كل شغلة بتعملها، تعمل كما وعدت على إسقاط هذه الحكومة ربما إن كان بالسياسة أو بمجلس النواب أو بالشارع. كمراقب حضرتك وأنا إذا بنشوف كيف بدك تواجه هذه الحكومة بمعارضة تقليدية وتنقدها على إنجازاتها، لشو عملت؟ شو فيها تعمل؟ ما فيك تعمل معارضة وقت ما بيكون في سلطة. المعارضة هي حكومة أمر واقع، يعني مواجهة السلطة كمان منا حكومة تقليدية. هيدي حكومة دخلت على التاريخ اللبناني، انفرضت عليه دخيلة على التاريخ السياسي اللبناني المعاصر. بكرة التاريخ، كتب التاريخ المؤرخين راح يكتبوا عنا قديش كانت مسيئة ومضرة. انت ما فيك تعمل معارضة تقليدية مثل ما طلبت لا حكومة غير تقليدية بالمعنى انه حكومة انقلابية مفروضة. طيب بتشوف كل هالصراعات بيناتهم، ليش بعد بقي هالحكومة؟ عايشين بظل شو؟ شو اللي مبقي هالحكومة؟ لأن هي صاحب عندها السلطة. أكثرية. أي أكثرية؟ ما بعرف أكثرية أو ما أكثرية، يعني وين الأكثرية؟ تلقى دعما من المجتمع الدولي والإقليمي. بعدين إنجازات تلقى من المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي شافها ركبتها هيك مشي فيها، قال لك خلينا هلأ لبنان ما فينا مش فاضيين له نعمل يصير فيه نزاعات مسلحة أو صراعات أو حروب، إيش الحال بلاتي هي أحسن. بس انه مش معناها انه هذه الحكومه هي الفضله او هي الناجحه او قادر تعمل بوجهها معارضه مزبوطه، معارضه ديمقراطيه. اجت بطريقه غير ديمقراطيه بتعمل بوجهها معارضه ديمقراطيه. انت عندك وسيله وحده هلا انك تضل حاطط براسك كيف بدك تبني الدوله بدون ما تلتهي بمعارضات هيك انه يلا اخذت هالمشروع ما بعرف شو. خلص ركزوا يا 14 أدار على هالمشروع وانسوه أهدافكم الكبيرة. عندنا الأهداف الكبيرة بدنا نشتغلها. الهدف الكبير هو السلام اللبناني، والسلام اللبناني صار مربوط بالسلام السوري شئنا أبينا. عم نشتغل على هذا الخط بكل وضوح. فسر لي السلام اللبناني مرتبط بالسلام السوري وعم نشتغل على هيدا الخط. نعم. كيف عم تشتغلوا على خط السلام السوري؟ عم نشتغل بكل وسائلنا الإعلامية والسياسية والدبلوماسية والاتصالات مع الدول والحركة الداخلية وتحصين ذاتنا ونربح حالنا. مش ما قلنا نربح حالنا تنصير أقوى تنويج. هيدا نقي نفس
أو أنتم منكم مضطرين تذهبوا إلى سياسة؟ نحن ما نقينا بنفسنا عن الثورة السورية، نحن دعمناها علنا. هني هاي الحكومة اللي خدعة أصلا، شو يعني نائب النفس؟ عملوا نائب النفس بيروح وزير خارجية بياخد موقف هيك منفرد بشكل ويعني نافر بجامعة العربية وبيحكوا عن نائب النفس. شو كانت ردة الفعل؟ انه بعثنا له كتاب خطي 4-5 سطور انه لا انتبه نحن عندنا نائب النفس. شو بعدين والنتيجة؟ ما فيك، هيدي حكومة مفروضة بقوة السلاح، بدك تحاول تغير كل الأسس اللي فرضت هذه الحكومة تتوصل للسلام اللبناني لبناء الدولة اللبنانية. ما فيك تواجهها بس بالمعارضة التقليدية اللي أنت عم تطلبها لأنها هي مش تقليدية، ما فيك تواجهها بسلاح لأنه ما فيك تستعمل أسلوبها، ما فيك تواجهها فإذا أنت عندك هالخيار الأساسي تروح باتجاه السلام اللبناني بالربط مع السلام السوري وبدون ما تورط حالك بسلاح بثورة سورية. أنت دائما بتسعى سياسيا إعلاميا دبلوماسيا بشغل يومي بحفر يومي، بدنا نحفر يوميا لنقدر بلبنان اللي بعضهم مضللين نوعيهم انه وين رايحين. وين الشغل اليومي؟ وين اللوبي الدبلوماسي؟ وين العمل الحثيث؟ ما تفكر انه ما في حركه دائمه. وين؟ ولو اول شيء اخر شيء صار انه وفود من 14 اذار جالت على كل السفارات خاصه الخليجيه بعد الازمه، لانه الخليج جزء لا يتجزا كمان من العلاقات اللبنانيه الخارجيه. احسن ما ياثر كلام هذه الحكومه، يعني وكانكم تغطون خطا الحكومه، احسن ما ياثر تأثر سياسة الحكومة أو بعض من في هذه الحكومة طبعًا. على كل اللبنانيين طبعًا. بس هذه خطوات يعني بالمناسبات على القطعة إيه؟ مش عمل استراتيجي معارضة تقليدية يمكن أو شيء إنه تكتيك، بينما العمل الاستراتيجي عم بيصير برا بعواصم القرار، دائما على صلة على تواصل مع عواصم القرار، مع السفارات المهمة والمركزية بلبنان، مع الدول العربية. انه ما تفكر ولا لحظه انه نحن هيك قاعدين ومش عم نعمل شيء. يعني الشخصيات المهمه وخاصه الرئيس عبد الحريري الموجود برا مش قاعد بس هيك عم بيتفرج على لبنان، يعني على صله دائمه وتفاعل دائم مع مراكز القرار في العالم، مع العواصم الكبرى. اوعى تفكر انه 14 اذار مش عم تعمل شيء في الداخل والخارج، بس مش هي صاحبه القرار بمعنى انه بدها تغير الاسود الى ابيض. استاذ الياس قلت انه نحن معارضه نؤسس للدوله، نعم. يعني انطلاق هذه الدوله الجديده التي تسعون الى تاسيسها من جديد بانتظار المرحله المقبله، مرحله سقوط بشار الاسد والنظام، نعم. البعثي، دائما ارتباطنا يعني بالشان السوري سلبا ام ايجابا. هيدا ارتباط حكمي موضوعي عملي، ما فينا نحن نغيره، بدنا نعرف كيف نديره. يعني هذا الارتباط بدك تديره باتجاه مصلحة لبنان، تديره باتجاه مصلحة لبنان توجه هذا الارتباط بين السلامين أو الثورتين ما بعرف وك سميها اللبنانية والسورية، بدك توجه هذا الارتباط باتجاه المصلحة اللبنانية. كيف؟ أنه أنت توعيهم أولا، هاي التوعية لكل قوى 8 أدار وتحديدا حزب الله، أنه أنت ارتباطك ضمن المشروع الإيراني العسكري بالدفاع عن النظام السوري عم بيورط لبنان وعم بيورطه هو وعم يدفع ثمنه هو قبل غيره، وما رح يغير ميزان القوى مهما فعل حزب الله، ما رح يقدر يغير الميزان الحتمي للقوى في سوريا. في أكثرية شعبية ساحقة عند إرادة معينة بطول الزمن، الدول بتتلكأ عن مساندة الثورة أو بترجع بتساعدها بتعجل بحسمها، هيدا موضوع زمني ولكن حكم التاريخ ما راح يتغير. فإذا يعني 8 أدار عامة حزب الله خاصة رايح بعكس التاريخ، يعني عم يمشي بعكس التاريخ كليا، عم بيراهن أنه النظام بده يبقى وحتى أنه النظام الإيراني بيبقى. هيدا الرهان الغلط. طيب في رهان معين وفي خشية معينة استاذ الياس، وطبعا انتم شايفين ربما يعني ما يجري بسوريا هو ضمن حلقة من حرب او فتنة او صراع طائفي بين الاقليات ربما وبين الاكثرية السنية والنظام السوري وحزب الله و14 اذار وكل يعني فيتين ضمن هذه يعني ضمن هذا الصراع. نعم. كيف تشوفوه يعني ما يجري في لبنان، يعني الصراع او الفتنه السنيه الشيعيه واقفه على مثل ما بنقول عندنا بكسروان على سوسو نقطه. نعم. يعني
قديش انتم عم تأججوا او عم تخففوا؟ لا نحن يعني انت وقت بتروح كمعارضه عم بحكي هون بشكل انت وقت بتاخذ خياراتك مع الاهداف والاسس بتصير هينه، ما بعد في مشكله انه تقول هيدي سني وهيدي شيعي وهالصراع سني شيعي. انت بتمشي على الهدف، انت بتحط هدف واضح، بدي لبنان دوله مستقله وسيده وحره مستقله، وبدي اللبنانيين يعيشوا باستقرار، يعني اهداف بسيطه عظيم. بس مهمه مركزيه بتشتغل على هالسياق بهذا المنظور. وقت بتشتغل بهالمنظور بصير خطواتك سهله، ما بتقعد تحكي بقصه سنه شيعه وبقصه صراع وحتى على قانون الانتخاب انه والله المسيحيين والسنه اختلفوا. عم نحكي اليوم انه الوضع الامني بلبنان كثير متوتر سنيا شيعيا، عم نشوفهم يعني. طيب ما هي ارتدادات كل الازمه الموجوده بالمنطقه اولا. ما هيدا هو السؤال. ارتداد اساسي للمشروع الايراني، ليش صار في يعني هلا عبر التاريخ في خلاف عقائدي سني شيعي، بس ما كان في التهابات ولا صراعات، ليش صار في صراع؟ امتى صارت الصراعات؟ ما خلينا نشوف امتى، في توقيت وفي سبب. وقت صعدت الثوره الاسلاميه في ايران واخذت طابع شيعي، يعني ما اخذ طابع ايراني فارسي فقط، اخذ الطابع طيب. شيعي، وصار في تصدير للثوره باتجاه الخليج عزيز. القريب وباتجاه الدول العربيه بالعمق العربي بسوريا وبلبنان وبالعراق. صعدت الثوره السنيه نعم. السنيه وتريد ان تصدر الثوره السنيه نعم. الى كافه الاقليم. كان طبيعي انه يصير ضمن هذا الاقليم طبعا، وكان طبيعي انه يصير في رده فعل سنيه باكثر من موقع عربي طيب، خاصه بالخليج وبالعراق وبسوريا ولبنان، لأن المشروع الإيراني بأزرعه امتد إلى أكثر شيء إلى هذه المناطق طيب. يعني حاول يفوت على مصر ما قدر، زبطت بمصر على ليبيا ما زبطت، على اليمن قدر بشكل أو بآخر طيب، بالخليج عامة عظيم. السؤال الأخير قبل ما أروح لبنان، هل نرفض الثورة الشيعية ونقبل الثورة السنية؟ لا ما فينا نرفض. عم أقول أنا عم بحلل، كنت عم بوصف ليش صار في صدام سني شيعي، لأنه كان في مشروع إيراني امتد وتعاظم وكبر طيب. ومد أدعوه بالمنطقة العربية اللي هي أكثر هي سنية، صار في التهابات سنية شيعية. هلأ مش معناها أنت أمام خيار يا مع الثورة السنية مع الثورة الشيعية، لا، أنت مع مصلحة لبنان. مصلحة لبنان أنه ما يدخل بحلف الأقليات، قبل شوي قلت حكيت عن الأقليات، حلف الأقليات بيدمر الأقليات حكما، وهذا أنا كتبت عنه بشرحه دائما، لأنه الأقلية الكبرى بتتحول إلى أكثرية ساحقة. تخيل أنه تحالفوا الموارنة كأقلية، المسيحيين عامة كأقلية، مع الشيعة كأقلية تانية، مع العلويين كأقلية ثالثة طيب. الشيعة هي الأقلية الأكبر في المنطقة. الخيار الآخر شو هو؟ الانصهار والذوبان في الأكثرية؟ لا، الخيار الوحيد الواضح السهل اللي بيدغري هيك بريحك هو خيار 14 أدار، اللي هو حلف الأولويات. حلف أولويات، وقت تحالفنا نحن مسلمين ومسيحيين ب 14 أدار ما تحالفنا على مصالح وحصص، نحن تحالفنا على مبادئ أولويات. لبنان أولاً، سيادة، الحرية، الاستقلال، الديمقراطية، بناء الدولة، العدالة، الكرامة، الحرية، حقوق الإنسان، كل هالقيم هيدي هي اللي بتجمعك، وبتكون ساعتها منك بحلف لأقليات ولا حلف أكثريات، بتكون بحلف أولويات. حط قدامك الأولويات، حلف عليها بلبنان لكن مرة. وكأن في رأي عام بيقول، معلش عم نعمل هيك نعم. بعض المناقشة، رأي عام بيقول إنه كل الأمور يلي يعني ضد الشيعية السياسية المتمثلة بحزب الله 14 أدار معه، مش بهالتفصيل يعني، هيدا مش رأيي، ربما مش رأيي، أنا عم بنقل الرأي. ما في حساسية من شيء اسمه الشيعية السياسية بمقدار ما في حساسية من المشروع الكبير اللي إيران عم تقوده، واللي حزب الله هو ذراع مهم ومباشر من الأزرع طيب. تبعه. هلأ بما أنه حزب الله ذراع هذا المشروع، نحن لابد أنه، لأنه هذا المشروع شو بيعمل؟ هذا يعني بيدمر الأقليات بالأول. في مشروع آخر كنا عم نحكي عنه نعم. انطلاق هذه الثورة السنية طيب. طبعا الثورة لا شك السنية. أن هناك في مشروع، يعني بدأ هذا المشروع بمصر طيب. شو هو هالمشروع؟ ما خلينا نشوف شو هو هالمشروع. طيب هودي أكثرية موجودين بالمنطقة، بدك إياهم يكونوا أقلية؟ هودي أكثرية وعم يطالبوا بحقوق، عم يعتبروا حالهم النظام السوري ضرب لهم حقوقهم أمعهم، عم يطالبوا بحقوقهم. هلأ مع هالأكثرية السنية السائرة في أقليات سائرة إلى جانبها، في دروز وفي مسيحيين وفي علويين بسوريا كمان مع الثورة. ليش بدنا نقفز فوق الحقائق؟
هلا صحيح في يمكن مسيحيين كتار خايفين وبيخوفون انه بده يجي البعبع الاسلامي بده يمسح الاخضر واليابس ويقتلنا ويهجرنا وكذا، لعب دور هلا التخويف هيدا، بس هيدا مش مزبوط، لانه هالأكثرية هيدي موجوده شئت ام ابيت ومن حقوقها تحكم بلحظه من اللحظات. انت اذا ذكي كاقليه وكمسيحيين تحديدا بتحاول ترشد هذه الثوره وتخليها بالاتجاه الصحيح تما تتحول الى يعني قمع للاقليات او رد فعل لقمع الاقليات. وانا كثير هيك بحزن وقت بسمع يدات مسيحيه درجه اولى قاعده تصوب بشكل دائم على السنه السنه السنه، تطرف سني تطرف سني، هيدا مش لمصلحه المسيحيين، لانه شئنا بين ذات يوم بصير في ردود فعل. المسيحي الذكي هو اللي بيعرف كيف يمشي ما بين الحالتين تيخلص لبنان، لأنه كل عمره لبنان صناعة مسيحية بالقرن العشرين وعبر التاريخ الأقدم. مشان هيك نحن مسؤوليتنا هلأ ما ننكفئ، نحن مسؤوليتنا نخوض التغيير تنرشده. يعني في تغيير بسوريا عم يصير وفي ثورة، ليش بدنا نقعد نتفرج عليها خوفا من أنه التطرف الإسلامي هو يحكمها؟ في أكثرية غير متطرفة بسوريا ثائرة، نحن لازم نقوي هيدي التطرف تماما مثل لبنان. بلبنان في اقليات متطرفه سنيه بيجوا بيصيروا يحرضوا عليها تتقوى، والاقليه الاكثريه المعتدله السنيه منهجمه دائما منهجمه مصور تنضعفها. هيدي مصلحه المسيحيين تضعف الاعتدال السني لمصلحه التطرف السني، هيدا السياسة اللي عم يتبعوها بعض المسيحيين، هيك بقى تودي. طيب خليني اتوقف مع بريك استاذ الياس، بنرجع بنكفي بقية الحلقة. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وضيف الأستاذ الياس الزغبي عضو قوى 14 من أدار. أستاذ الياس، يعني دائما نحن عم نحكي بنفس السياق. نعم. السياق الجديد ربما طرأ هي هذه التهديدات السورية، اسكت هذا التعدي وإلا. نعم. رئيس الجمهورية قال سندرس هذه الرسالة امبارح، الرئيس ميقاتي حصل على هذه الرسالة، وهناك نصائح دبلوماسية غربية بأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. طبعا نحن ضروري ناخذها على محمل الجد، لأنه النظام السوري أخطر بيكون وقت بيكون بأزمة، وقت بيكون مرتاح يمكن فيك تاخذ وتعطي شوي معه على أساس أنه حساباته مرتاحة. هلأ هو بأدق مرحلة بالحسابات تبعه، شو عم يعمل حسابات؟ بمأزق يعني. هو بمأزق، يعني ما في يحسم، والحسم بالعكس عم بيصير أكثر وأكثر. هلأ يمكن ما عم بيصير بخطوات متسارعة، بس القضم اللي عم تعمله الثورة السورية أو المعارضة السورية، القضم الميداني بدي سميه على الأرض، يعني بعمرنا نحن صارنا سنة ونص نسينا أنه في شيء اسمه باب عمر، رجعنا نسمع بباب عمر بقلب حمص، رجعنا نسمع بالقصير ومعارك بالقصير، ومبارح واحد من حزب الله انقتل بالقصير ودفنوه. فإذا المعارضة بوضع أفضل ميدانيا على كل الامتداد الرقعة الجغرافية، حتى على تخوم اللاذقية، يعني بجبال اللاذقية بمرتفعات اللاذقية. طيب هذا المأزق للنظام السوري بده صدره، ما بيقدر إلا ما يصدره تي يحرك المواقف الدولية، أمريكا وغير أمريكا، خصوصا أنه يمكن هيك نغش شوي ونخدع بتصريح وزير الخارجية الجديد الأمريكاني جون كيري وقت اللي طالب بأنه المعارضة تتفاوض مع الأسد، وكأنه اعتراف بالأسد أنه باقي. هيدي كانت يمكن أنا بسميه طعم سياسي، رجعت صححت من الخارجية الأمريكية، كانت نوع من طعم سياسي وأسيئوا فهمها. يعني ما يجري في الشمال هي تكتيك أم هناك استراتيجية معينة يعني تخدم مصلحة النظام؟ استراتيجية هي التالي، ليش الشمال اللبناني أكثر من غيره مركز توتر أو منطقة توتر؟ لأنه لصيق بالمشروع بجناحه الغربي، في مشروع إيراني للمنطقة عنده جناح غربي بقلب سوريا ممتد من اللاذقية إلى صور، في دولتين ممكن تنشأ، دولة علوية ودولة شيعية، يعني موجودين هني عمليا ولكن بدهم ربط. هذا اللي بيفسر معارك حمص والقصير امتدادا إلى عرسال، لأنه كل هذا الامتداد هو بشكل عائق جغرافي ديموغرافي بشري من طائفة أخرى موجودة على هالمفصل.
ليش تحريك الوضع بطرابلس هلا؟ ما هو يحركوه قبل وما نجح، انضبط، هلا عم يرجعوا يحركوه عن جديد. وخروج المسؤول العلوي علي عيد اكثر من مره بلغه يعني تصعيديه هائله وتهديديه، هذا ليه تفسيره شو هلا؟ هلا تفسيره انه لهز هذا هذه المنطقه الممتده من القلمون يعني جنوب طرابلس الى طرابلس الى المنيا والضنيه الى عكار، التفافا الى منطقه حمص والقصير وكذا. هيدي منطقه سنيه، منطقه سنيه اذا بدك تخليها هيك رابضه في قلب هذا المشروع الجغرافي الذي يمتد من تخوم اللدئيه الى تخوم صور بين دويلتين، والمسيحيين بيروحوا في فرع عملي بجبل لبنان وبالشمال. هذا المشروع بحاجه انه يرتب وضعه الجغرافي ويربط الحلقات الجغرافيه ببعضها. هيدا اللي بيفسر تماما تهديد السوري لشمال لبنان، هيدا اللي بيفسر تماما تحريك الوضع في طرابلس، هيدا اللي بيفسر تماما كل هذا التورط المتزايد لحزب الله في المعارك داخل سوريا وتحديدا بين حمص والقصير. هيدا هو المشروع. هلا التكتيك هودي هني طرابلس وغير طرابلس، المشروع الكبير هو المشروع الإيراني، بما انه شرق سوريا ممتد من دير الزور وحلب والقامشلي الى درعا مرورا بدمشق، يعني غرب سوريا اللصيق للعراق القريب للعراق، هيدا في اكثريه ساحقه سنيه لا يمكن تنفيذ المشروع فيه، خصوصا عنده امتداد جغرافي ديموغرافي بقلب العراق من خلال الاكثريه السنيه الموجوده بالمنطقه العراقيه الغربيه يعني باتجاه سوريا. فاذا المشروع الشرقي من المشروع الايراني، الجزء الشرقي من المشروع الايراني اقرب منالا للتنفيذ من المشروع الغربي الملاصق للعراق بسوريا عم بحكي. مشان هيك هلا التركيز تهديد سوري وحشد حزب الله لقوات داخليه في لبنان والى سوريا وتحريك الوضع في طرابلس وعكار. ويمكن انا ما بعرف هيك كمراقب بتوقع انه يحاولوا يحركوا الوضع اكثر واكثر بطرابلس وبعكار بالايام اللي جايه، تنفيذا لمحاوله اخيره. انا برايي هذا المشروع ما راح ينجح، يعني ما راح ينجح، ما عنده ظروف نجاحه لا الديموغرافيه ولا الجغرافيه. يعني ما فيك تغير الديموغرافيا بهالسهوله. حمص 500 الف سنه، بعد فيها يمكن 100 الف، هلا عم يردخوها عم يحاولوا يدمروها تصير حلقه ضعيفه بالمشروع، ما بقى فيها ترفض. يعني بدهم يحاولوا يعملوا بعكار هيك وبطرابلس هيك، للاسف يعني عم نحكي شيء ضمن المشروع الكبير خطير. بس انا تقديري انه لا يمكن هيك برمجه وضبط امتداد جغرافي وديموغرافي واسع بهالشكل ضمن هذا المشروع، الا اذا كان هالمشروع مبارك دوليا من امريكا وروسيا سوا. هيدا انا بعد ما في شوف هالقد. خليني اتوقف لو سمحت استاذ الياس مع الصحافه العربيه. كتب عماد الدين اديب في صحيفه الشرق الاوسط مقاله بعنوان واشنطن وجبهه النصره، قال فيها: دخول الولايات المتحدة رسميا في صراع مع جبهة النصرة في سوريا هو أمر يحقق حقائق رئيسية على الأرض. أولا، انسجام كامل للموقف الأمريكي مع الموقف الرسمي السوري باعتبار جبهة النصرة منظمة إرهابية، وهو ذات الموقف الذي اتخذته واشنطن على مدار سنوات من حزب الله ولم يصل بها إلى شيء. ثانيا، إحداث شرخ داخل صفوف طيارات المعارضة السورية في الداخل والخارج ما بين معارضته أصدقاء أمريكا أو أعدائها. ثالثا، تأجيل الحسم العسكري من قبل المعارضة في جبهات القتال، بعدها أصبح وصول السلاح إلى جبهة النصرة وحلفائها يعني بالمفهوم الأمريكي دعما للإرهاب. ومن هنا يصبح موقف كل من تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من الموقف الأمريكي مسألة بالغة الأهمية، لأنها هي وحدها التي تمسك بمفاتيح غرف العمليات على الأرض للدعم بالمال والسلاح وتأمين انتقاله بشكل منظم ومناسب. قراءة لعماد الدين أديب، شو رأيك أستاذ الياس؟ فيها شيء من الصحة. هلا الولايات المتحدة الأمريكية أكيد عندها حسابات، أكيد التطرف الإسلامي ما بيناسبها ولا بيناسب روسيا ولا أي ولا أوروبا ولا حدا بالعالم ولا الدول العربية. هلا أنا ماني شايف إنه جبهة النصرة بسوريا صارت بتشكل هذا يعني الميزان الخطير بالمعارضة، يعني الثقل الخطير بالمعارضة السورية. بعد المعارضة السورية من خلال الجيش السوري الحر بأعداده وبتسليحه وبانتشاره أهم بكتير من جبهة النصرة. يمكن جبهة النصرة لأنها معبأة عقائديا، معبأة فكريا، ممكن تكون أشرس بالقتال،
ولكن منا لا عدديا ولا مستقبل سوريا رح يكون جبهة نصرة. لكن كمان يقال أنه جبهة النصرة يعني منا عناصر سورية. وهذا برهان أكثر أنه ممكن عرب يكون أفغانستان ممكن ربما يكون بين مزوجين يعني هذه أبط يعني موافقة أمريكية غير مباشرة لجبهة النصرة. يجوا كثير متطرفين من العالم العربي ومن العالم إليها، عم يجي من فرنسا عم يجي من أوروبا متطرفين وعم ينضموا لها. يمكن يكون هذه خطة عند الغرب وعند روسيا بهدف تطويق يعني تجميع هالقوى المتطرفة ومحاولة ضبط أكثر إذا ما قدروا إنه ينهوها. هيدا ما منه مؤشر مثل ما بيلمح إنه كأنه جبهة النصرة هي مستقبل سوريا، تماما مثل لبنان ذاتها، إنه قديش في هلأ في محاولات من قبل حزب الله مباشرة وبلسان ميشيل عون للأسف لتقوية التطرف السني في لبنان من خلال كل هالحض وهالحقن الشحن الإعلامي الكلامي اليومي الاتهامات اليومية. هيدا بيقوي المتطرفين السنة ما بيضعفهم، بيضعف الاعتدال السني. وكأنه في خطة واضحة صارت عند حزب الله وراء إيران طبعا وبعض الأدوات اللبنانية المسيحية للأسف لتقوية التطرف السني بدون إرادي أو بإرادي. صاحب المشروع واعي على مشروعه، بس بعض الأدوات بلبنان مش واعي أنه بمواقفها عم تقوي التطرف السني على حساب الاعتدال. لا أحد يستطيع أن يحمي الأقليات من التطرف السني إلى الاعتدال السني. خليني ياخدوها قاعدة هيدي، أي مسيحي أي أقلوي درزي أو شيعي أو علوي أو مسيحي أو أي أقلية أخرى ما فيها تحمي حالة من التطرف السني، لأنه في 1.2 مليار مسلم سني بالعالم، تنقول في قسم كبير منه المتطرفين. مين بده يحمي الأقليات من هذا التطرف؟ الاعتدال السني. ليس يعني مثل بعض الناس بسمعهم بيقولوا إيه حزب الله بيحمينا من التطرف السني. للأسف هذا كلام أخطر من أنه واحد يتخيله بخطورته. ما حدا بيحمي حدا إلا أنك أنت تقوي، إذا أنت ذكي، إذا أنت لبق، إذا أنت عندك استراتيجية، إذا بتفكر بالمستقبل، إذا فعلا بهمك مستقبل المسيحيين بلبنان وبالمشرق بدك تعرف تتعامل مع الأكثرية وتحافظ على علاقات ونسيج اجتماعي وسياسي واضح مع الأكثرية المعتدلة، وهي أكثرية معتدلة ورح تضل أكثرية معتدلة رغم كل شيء عم يصير بلبنان بعد الاعتدال السني هو الطاغي على البيئة السنية. وكذلك في سوريا ما حدا يقول لي أنه جبهة النصرة بدها مثل بقعة الحبر هيك بدها تنتشر وتعبي الجغرافيا السورية وبكرة تستولي على الحكم. مش الإخوان المسلمين استولوا على الحكم أو وصلوا للحكم بمصر وكمان بتونس، بس في مأزق في أزمة مجبورين يعني الإخوان المسلمين يتخلوا عن تشددهم ليقدروا يستمروا. وين عم يتخلوا؟ يعني حكما عم يتخلوا عمليا. هذه أنت ما فيك تقراها بين يوم ويوم، هي بتقراها بين سنة وسنة. التطور بالمجتمعات بحياة الأمم ما بينقاس بالأيام. معلش بقى نطول بالنا شوي وبدنا نشوف قديش الحكم اليوم في مصر. لكن هلا نقلنا بس لك لا لكن في مشروع سياسي، يعني في مشروع سياسي استراتيجي أصله عن طرق ملتوية ربما تكتيكية في عمليات شد حبال. رغم كل هيدا في شد حبال، يعني إذا من راقب يعني الخطاب السياسي للإخوان المسلمين بعيد سقوط النظام السابق يعني تغير كثير. يعني شو تغير لوين؟ تغير باتجاه المشروع، مشروع الإسلامي تبع الإخوان المسلمين، مشروع الإخوان المسلمين بدي سميه. مش يعني هلا مشروع الإخوان المسلمين إذا بدك تشذبه يعني يمكن يكون قابل للحكم. خطابات هني إخوان المسلمين حاكمين بتركيا بين النظام ماشي. يعني ليش نحن بدنا نشوف تركيا يعني قائمة على دولة علمانية، على خلفية علمانية، على خلفية وهون في صراع يعني بين الأسلمي والعلمانية كمان بتركيا. بس ما يعني ما بتخيل تركيا رح ترجع للحكم الإسلامي يعني قائمة المتشدد على أتاتورك، مش قائمة على أنظمة ديكتاتورية وضلهت منها. وما تنسى مصر إنها هي كمان أم النهضة العربية بالقرن 19. طبعا المسيحيين من لبنان راحوا ساهموا فيها وبالبنان. فإذا في أنظمة عسكرية، في خمير كبير بمصر، ما أنا قابل بهيك التوجه اللي عم أنت عم تستسهله
تقول انه مصر كانها بتحاول نقرا عم نقرا يعني انه مصر رح تتحول المصريين مش مستسلمين انه رح تتحول لكتله اسلاميه متشدده لدوله ما بعرف يمكن لتورا بورا بالشرق الاوسط بشمال افريقيا. انا مش شايف هيك. انا عم بقول لك بدنا نقرا خلال سنوات منه خلال ايام. اولا ثانيا الاسلام محكوم بالتطور. حتى العقائديين المسلمين من جماعة إسلامية وسلفيين وصولا إلى الأصوليين وإلى المتطرفين محكومين بالتطور. يعني أكيد في أثمان بدها تندفع، في عذابات بدها تصير، في صدامات بدها تصير. ما في ثورة الفرنسية بتعرف شو صار فيها مآسي على كم سنة بعد منها، وأنتجت نابليون إمبراطور، وأنتجت فترة من الحكم الملكي، العودة إلى الملكية. هاي الثورة الفرنسية أم الثورات، الحرية والديمقراطية، الإقاء والمساواة فإذا من خاف أنه في تفاعل أو اعتمال للحالات السياسية اللي عم تتضارب بمصر، بتونس، بليبيا، بسوريا قريبا وهلأ بلشت، وبلبنان، لمصلحة التحول نحو العصر، نحو المستقبل، مش للتحول إلى الماضي. أنا ما بتخيل أنه لبنان وسوريا ومصر وأنه رح يكونوا بالقرون الوسطى يعني بعد فترة. ليه عم بيعيشونا بهالهيجس الغلط؟ هون دور المتنورين إن كانوا أقليات مسيحية أو غير مسيحية أنه يرشدوا هالتغيير اللي عم يصير، يساهموا بترشيده، بتوجيهه إلى نهايات أو إلى خواتيم جيدة لمصلحة الإنسان بالشرق، لمصلحة الإنسان العربي، وجايين على مرحلة أكيد فيها نوع من التقدم والنظر إلى المجتمع المدني أكثر. طيب. من النظر إلى المجتمع المدني. أستاذ الياس، خليني أرجع إلى الشأن اللبناني انطلاقا من قانون الانتخاب، ويعني وهالكربجة المتعلقة بالتوصل إلى هذا القانون. عم يعالجوها بروما، عم بيعالجوها بروما. كنا عم بيحكي برات الهواء أنه الرئيس ميقات على الرئيس نبيه بري لن أدعو إلى هذه الجلسة غير التوافقية. هيدا يعني أول ثمار، أولى ثمار الاجتماع اللي صار وبدو يتكرر بروما، ما هيك اجتمعوا. هون كنا عم نسمع جماعة الرئيس بري، يمكن الوزير حسن خليل وغيره، حكيوا انه لا رح يدعي لجلسة الهيئة العامة ويقروا المشروع الأرثوذكسي. هيك فهمنا بهاليومين. يعني اجا الكلام من رئيسهم، يعني من رئيس بري من روما، انه لا انا ما رح ادعي، لانه في تهيب. يعني مش معقولة انه رئيس بري يدعي لجلسة وفي نصف اللبنانيين او مكونين اساسيين هن السنة والدروز رافضين. يعني كيف تركب لبنان؟ يعني ما بتزبط الامور، وخصوصا انه المشروع الارثوذكسي هذا مشروع لقاء الارثوذكسي للاسف على التسميه، يعني خلص عطى انتج ما يستطيع ان ينتجه، عمل هالبالون فقعوا بالهواء ورحنا باتجاه اخر. هلا عم نشوف كيف بدنا نلاقي قانون مشترك يضمن توافق عليه، لانه بلبنان ما فيك تركب قانون انتخاب اذا ما كان في توافق عليه، ولا بتكون عم تعمل اضطهاد أو عم تعمل تقسيم عملي يعني ما بين خلط الطوائف ببعضها وتصادمها. مشان هيك اللي عم بيصير بروما أنا بدي شبهه شوي بلوزان 2 أو جنيف 2، نوع من بحث مش بس بقانون الانتخاب، عم بيصير في أكثر، لأنه رئيس جمهورية ممثل كمان، مش بس البطرك الماروني، رئيس جمهورية الماروني من خلال الوزير ناظم الخوري عم بيحضر الاجتماعات، والرئيس بري والرئيس مئاتي، وهنيك يعني في استلهام لروح الفاتيكان يعني على مقربه. ان شاء الله بيقدروا يتوصلوا لشيء مشترك. ما بعرف اذا بعد بيلحقوا ومن دون ما ياجلوا الانتخابات، لانه مره سمعت رئيس بري انه بعد معنا لاخر نيسان. اذا بعد معه رئيس بري لاخر نيسان معناها منيحه. مره هو قال انه بعد في لاخر نيسان، يعني بعد في شهر ونص تقريبا، انه شهر ونص قادرين يعملوا شيء ينقذوا الانتخابات على قانون معقول. ما حدا في يدعي انه بنعمل القانون النموذجي المثالي اللي بنحلم فيه. القانون المعقول، القانون المعيوش اللي فيه نتعايش فيه. هلا كلهم بيخافوا انه ايه 64 نائب مسيحي والا بنكون مدري شو. يا اخي ليش هن في 64 نائب مسلم باصوات مسلمين؟ ما حدا منتبه على المفارقه انه في اليوم في اكثر نواب مسيحيين من اليوم. يعني الاحزاب المنضويه تحت 14 اذار اضافه الى الحزب الاشتراكي عم يعملوا يعني صيغه تحت عنوان المختلط. نعم. يعني ممكن يعني تطلع للعلن، ممكن يقبل بها الرئيس بري مثلا، بيقبل فيها حزب الله. هلا الازمه هونيك، الازمه ب 8 اذار
لأنه رئيس بري ما تنسى قدم مشروعه 50-50 64 نائب على الأكثري و 64 نائب على النسبي، مش رفض هيك؟ سحبوا. لا سحبوا لأنه رفض. رفض من مين؟ من قبل 14 لا. أدار مش ما سحبوا لأنه كانت 14 أدار عم تناقش أنه بنعملوا 55% 60-40 أنه كانت عم تناقش على 10% على بعض الدوائر. لا 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 كانوا عم يناقشوا، رفضوا، حزب الله رفضوا والعماد عون رفضوا. بري سحب مشروعه تحت ضغط حزب الله، مش تحت ضغط تيار مستقبل و14 أدار. يعني ما بعد نبيه بري بيرضخ لضغط 14 أدار، رضخ لضغطني. المشكلة هلأ هونيك، ما هني راحوا عن نقيضين، يا المشروع الأرثوذكسي يا نقيضوا كليا دائرة وحدة عن النسبية. يعني دائرة وحدة عن النسبية بدل ما تجيب 64 نائب مسيحي اللي بيجيبوا الأرثوذكسي بصير تجيب 20 أو 25 نائب مسيحي، يعني بطغيان الصوت المسلم شيعي والسني والدرزي على الصوت المسيحي. تقريبا في عندك الربع بثلاث أرباع على الأصوات، يعني مليونين ونص صوت بينتخبوا بلبنان أو أكثر شوي، في 800,000 يمكن أو 750,000 مسيحي بينزل بهذا بأقصى حشد، هذا بلبنان هون. والباقيين من مليونين ونص شيل 700,000 أو 800,000، الباقيين كلهم أصوات مسلمة. كيف بدك تعمل لبنان دائرة وحدة وودك أنت بنفس الوقت عم بتقول بدي النواب المسيحيين يكونوا منتخبين من قبل المسيحيين؟ هيدي اللي كشفت حقيقة اللعبة الخطيرة اللي انلعبت بقصة اللقاء الأرثوذكسي، المشروع الأرثوذكسي. بعد عندي دقيقة أستاذ إلياس، خلص الوقت. إنما هل ترى أنه هناك ستجري انتخابات بتسعة حزيران أم مؤجل؟ اسمع بدقيقة. تفرح جرب تحزن. بيسمع الرئيس بري بيقول لآخر نيسان ما أنا برتاح، بقول والله بعد في وقت إذا بيقدروا يتفقوا. هلأ اجتماعات بروما ما بعتقد رح تكون هيك صرخة في واد أو هيك يعني تنهيدة عصفور بالفضاء، بده يكون إلى نتائج، بدها تكون إلى نتائج على الأرض اللبنانية، بتصور هيك. وبعتقد بيصير في تسريع من بعد ما يرجعوا الرؤساء لا يوضعوا قانون مشترك، إن شاء الله بيقدروا من خلاله أنهم ينقذوا الانتخابات وتصير بموعدها. ولو تأخرت يمكن شهر أو شهرين، هيدا بيسموه تأخير تقني، بيقولوا مخرج ما يكون في تمديد لمجلس النواب، لأنه تمديد لمجلس النواب يعني بيخلي الحكومة ساقطة حكما، مش مثل ما بيقول العماد عون انه إيه لا الحكومه بتصير تحكم، هي مجلس نواب وهي حكومه. شو هالبدعه هيدي؟ بجيب هاني ورقتين كتبهم شي واحد انه من مكان فيك تدفع له 50,000 دولار بيعمل لك فتوى بيقول لك ايه بتصير حكومه هي التشريع. طيب عظيم. استاذ الياس الزغبي عضو القوى الرابعة عشر من أذار، انا بشكرك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، تابعونا على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtv.com.lb.